اللي حصلناه من شهود العيان اللي كانوا موجودين هناك يعني غياب الإجراءات أمان بالقاعة، تصميم القاعة الغلط، يعني هو قدر وصار الحمد لله على كل حال. بس المفروض الدور الحكومي يكون موجود، تكون هناك محاسبة. أنا ما أعطي إجازة لأبو القاعة يسكن فيها يدخل فيها 1000 شخص ما بها إجراءات أمن. يعني فاجعة، هو إحنا اللي كلهم ماتوا، كلهم قرايبنا وحبايبنا وعائلة واحدة الحمد لله. يعني الحمد لله على كل حال. يعني أحد اللي كان موجودين بالقاعة يقول أنا أدور على طفاة بالقاعة، ماكو طفاة بالقاعة. شلون يعني؟ الخلل مو بالقاعة، الخلل باللي أنطى إجازة لأبو القاعة اللي ضحى بألف شخص، اللي معرض حياة كل هذولا. والطامة الكبرى أنه قاعة بهذا المستوى باب واحد غير يكون على الأقل بها 3 أبواب أمان واحد يطلع من عندها. هسه المفروض من هذا الحادث يكون عبره للحكومة وللحكومات المحلية سواء المركزية، أنه ما أنطي إجازة لأي قاعة أو بأي تجمع يتجاوز أكثر من 100 شخص، ما أنطي إجازة إذا ما بي شروط الأمان كلها. الدفاع المدني يعني لازم أطور منظومة الدفاع المدني مالتي، يعني بخلي بقضاء 24-25 ألف نسمة، وثاني أكبر قضاء بالعراق مخلي لي طفايتين بها. يعني البار حسب إحصائيات الطب العدلي الساعة 4 الصبح كانوا 92 متوفي، عدد الإصابات الجرحى فوق 200. بس أنا أقدر أقول لك يعني منا للمغرب يعني أكثر الموجود 50% اللي موجودين بالمستشفيات ما راح يطلعون سالمين. هم إحنا ما نلوم الكادر الطبي، خلف الله عليهم يعني، بس التجهيزات الموجودة بالمستشفيات وبالهاي لا تلبي. يعني الكادر الطبي ما قصر، بس هاي إمكانياته المتوفرة. يعني أنت ببلد بلد يمشي على ذهب مستشفى. يمشي على ذهب، ما عندك إمكانية أنه تداوي جريح. أردي عزيك، أنت أخوك شلون راح؟ أختي أختي إيه أحشيني شلون؟ والله الجو ولا واحد ما طلعها أختي، قد بالدخان راح. أنت كنت حاضر ولا ما كنت حاضر؟ كنت حاضر أنا، بس طلعت من الدخان والنار. كنا جوا، صار الحريق. من صار الحريق أول صار دخان بسقف شوية، بعدين انتشر الحريق، فعالم قام تطلع من قام تطلع ورا دقيقة طفى الكهرباء بالقاعة. من طفى الكهرباء واحد قام يدوس على الأخ، ومن ضمنهم أخويا المتوفي احترق خطية، وقام يدوسون عليه ويطلعون العالم خطية. وبعدين القاعة قبة عبالك جايب لك بنزين يعني من هذا المحسن ودي يحترق بالسقف، وقام ينزل السقف من فوق على الكراسي ما جاهم غلفة بالنايلون. بعد ما شو جتينا أطفائية جتي 5 دقائق محملة 1000 لتر مي، بس سوى هيك وخلص المي مالها ورجعت لي ما جتي أطفائيات ورا نص ساعة احترقت القاعة. وهذا اللي صار، جتي حفارات فتحت فتحات وهذه ما قدرنا نسوي كل شيء، وهذا اللي صار بينا. وجاي القاعة ما بيها تحوطات أمان، أول شيء ما بيها طفائيات حريق، يعني بالقاعة لازم كل شيء يتوقع بالقاعة، لأن داخل القاعة كلها كهرباء وبيها إنارات قوية. أي شورت يصير عندها القاعة كلها تحترق، ما عندها أي طفاية حريق بالقاعة. زين لو بيها طفاية حريق مباشرة هي تطفي القاعة مثل ما يدسون هسه بالفنادق وبهالمكانات، كان العالم ما تروح هيك. حفارك صار من فوق ما قدر يوصل لجوا، ما وصل للباب، ماكو باب منه وباب يم المطبخ وباب من غادي، باب صغار يعني باب ايش اقول لك متر وربع عرضه، هسه تطلع العالم من عنده. والقاعة كانت متروسة بالألف واحد جوا.